وقعت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عقدا بقيمة 4,900,000 دينار كويتي، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح معدات المساندة وزوارق القوى البحرية، وذلك لصالح وزارة الدفاع. وقالت الشركة خلال بيان لها نشر على موقع بورصة الكويت إن مدة العقد 3 سنوات تشمل تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح حسب الحاجة لمعدات المساندة وزوارق القوى البحرية شاملة قطع الغيار.